والسلام عليكم. It's the boy Tracker Pilot. إلا عندك شي خوك عنده جنسية في أمريكان وكابغي لك الخير، صيفط له هذا الفيديو، بغيت تسمع هذا الفيديو من عندي. اوكي من بروز، اليوم جيت الخوت نشرح لكم شنو هي البيتيشنر I-130 في اليو اس سي اي يونايتد ستيت اوف اميجريشن سيرفيسز. هي واحد الفورم، إلا انت كانت عندك جنسية وعندك برادرز و سيسترز عايشين في المغرب تقدر تجيبهم أمريكان. والطريقة هي تعمل لهم واحد الفورم، this form called I-130. It's a petitioner for aliens and relatives. تقدر تعاونهم على الاميجريشن، خصوصا الا ما كانش عندهم الاولاد، كانوا باقين في العشرينات في العمر ديالهم، in their 20s. You can definitely help them come to the United States. تقدر تجيبهم هذه البلاد السعيده الا كتبغي لهم الخير وكنتمناك تعاونهم وتجيبهم هذه البلاد السعيده، بلاد الفرص او الاحلام. Well, bros, anyways. اول حاجه يقدر يدير الاخ ديالك هي يمشي للويب سايت ديال يو اس سي اي اميجريشن سيرفيسز، يعمر هذا الفورم. هذا الفورم سميتها فورم I-130. It's for the alien and relatives. Okay, this immigration form, as you can see. المهم غادي يمشي يعمر المعلومات ديالو، الا كان عنده باسبور، اذا الرقم ديال الباسبور ديالو، سوشيال سيكيورتي نمبرز، ان اول ذا انفورميشن. ولكن ذا ريكويرمنت، المتطلبات، هو الاخ ديالك يكون عنده ديجا واحد الانكم، يكون كيدخل واحد المدخول، تكون عنده خدمه زوينه في امريكان، تراك درايفر كافيه، الا كان شيفور كافيه. المهم ما علينا، يعمر هاد المعلومات كاملين، يعمر المعلومات ديالك الشخصيه، يعطي الادريسة، هو فين ساكن، المعلومات ديالك الشخصية، الباسبور ديالك، انت اللي في المغرب ولا في اي دولة في العالم. المهم غادي يعمر هاد المعلومات كاملين وغادي يدفعهم اليو اس سي اي، you know, the department of immigration services. وبالنسبة الى بغيتو تسولو تراكر فايلد شحال كتاخد ديال المدة، كتاخد تقريبا 24 months almost 32 months، تقريبا 24 شهر حتى 32 شهر. وهاد المده كامله انت غير دفعها، ما كان مشكل. الا كان عندك خوك دفع له هاد الفورم، تقدر تعاونه. وفي نفس الوقت هو راه عايش حياته غينساها، تاخذ واحد المده، ولكن تعاون خوك يقدر يجي الامريكان. My brothers, tracker pilot, you'll stay positive and keep working hard with dedication and hard work. And السلام عليكم. Peace.